دابا يمكننا نشوفوا واحد المثال، مثال ديال هذا الالان. هذا ناخذ الداله اف دو اكس اللي كتساوي ليا الان ديال اش ديال اكس سيو اكس موان زان. دونك شنو هي مجموعه التعريف ديال هذه الداله هذه؟ ولكن قبل ما ندير هذه مجموعه التعريف، عندنا دابا الالان ديال لا فالور ابسولو ديال واحد الاكس، الاكس ولا فونكسيون ولا اف ولا اف دو اكس. نديروا واحد التذكير عليها باش نحاولوا نافونسيو شويه. دونك لو نفترض انه عطاوني في لوكا جينيرال، يعني عطاوني الان ديال لا فالور ابسولو ديال واحد الاف دو اكس ولا او دو اكس ولا المهم هذيك كتعبر لنا على واحد الداله. دابا كيف ما كنعرفوا لا فالور ابسولو عندو دو كا، يا اما موا اف اذا كانت اف انفيريور ا زيرو، يا اما اف اذا كان اف سوبيريور ا زيرو. مفهوم هادشي كتساوي لنا لا فالور ابسولو؟ مفهوم الشباب؟ دونك في هاد الحالة ديال الالان عندو تا هو جوج حالات، يا اما كيساوي ليا الالان ديال اف دو اكس ولا كيساوي ليا الالان ديال موان اف دو اكس. مفهوم الشباب؟ وكيف ما كنعرفو هاد بالنسبة لاف دو اكس في حالة اف دو اكس الى كانت بوزيتيف، وهاد الحالة الا كانت اف دو اكس نيجاتيف. مفهوم الشباب؟ كيف ما كنعرفو الاشتقاق ديال هاد الدالة هادي؟ كيف ما كنعرفو الالان دو اكس المشتقة ديالها كتساوي اللي هي واحد على اكس. مفهوم؟ مجموعة التعريف ديال الدالة هي زيرو بلس زيرو بلس انفيني، يعني اكس ستريكتومون بوزيتيف ويخالف الزيرو، يعني اكبر قطعة من الزيرو. مفهوم؟ وإلا كانت الالان ديال واحد الاف دو اكس قلت ليها المشتقة ديالها اش كتساوي ليا؟ دونك اللي هي اف بريم كيف ما قلنا على اف. مفهوم الشباب؟ دونك بهاد الكونديسيون هادي غنحاولو نخدمو بها. دونك في الا كانت عندي الان ديال اف دو اكس اللي هي هاد لابارتي بوزيتيف، وغادي نشوف الان الا غير الله كانت عندي اف نيجاتيف شنو هي المشتقة ديالها. المشتقة اللي هي هاد اكس هادي يعني هي موان اف دو اكس بريم سيو موان اف دو اكس. مفهوم الشباب؟ اللي كتساوي ليا اكزاكتومون اللي هي اف بريم دو اكس سيو اف دو اكس. مفهوم؟ دونك في كلتا الحالتين سواء كانت اف بوزيتيف سواء كانت نيجاتيف، المشتقة ديال الدالة اللي هي اف ولا موان اف كي عندها الاشتقاق ديالها كيعطيني نفس الحل، نفس الجواب. مفهوم؟ نفس الاشتقاق. دونك الالان بريم ديال اش ديال الفالور ابسولو ديال اف دو اكس اش كيعطيني ديريكتومون اللي هو اف بريم دو اكس سيغ اف. مفهوم؟ مهما يكون اكس ينتمي الى مجال التعريف اللي هو اي. المهم اف راه عندها هي مجموعه التعريف ديالها. رجعوا للمثال ديالنا. دونك هي الان ديال لافالوغ ابسولو ديال اكس سيغ اكس موان زان، دونك صافي سي اف دو اكس. شنو هي مجموعة التعريف ديال الدالة اف؟ دونك مجموعة التعريف كيفما كنعرفو الالان اللي هو زيرو بلس لانفيني، زيرو خارج، يعني هادشي اللي لداخل ديال الالان خصو يكون ستريكتومون بوزيتيف. مفهوم؟ وباش يكون ستريكتومون بوزيتيف عندي هاد الكونديسيون محققة، يعني لا فالور ابسولو اصلا راه بوزيتيف في حالة الا كان اكس سيغ اكس موان زان بوزيتيف. مفهوم؟ يعني كيف ما كنعرفو الاشتقاق، الا بغيت نحسب الاشتقاق يعني كيعطيني نفس الكونديسيون كيف ما قلنا، كيعطيني نفس الاشتقاق. يعني غادي نشوف امتى. دابا نشوف مجموعة التعريف ديال هادي الداخل هي اكس سيغ اكس موان زان. مجموعة التعريف اللي هي المقام يخالف صفر، يعني اكس موان زان ديفيرون بزيرو، اي اكس خص يكون ديفيرون زيرو بيان سور، غادي الفوق يعني اصلا خص يكون اكبر قطعه من الزيرو. مفهوم؟ دونك مجموع التعريف كيلكو سوا اكس ينتمي الى الديد اف ايكيفالون كو هاد لا كونديسيون هادي. مفهوم؟ اللي دابا نديرو ايكيفالون كو اكس ديفيرون دو ان اي اكس ديفيرون زيرو. مفهوم؟ يعني هي اغ باستثناء العناصر زيرو وواحد. مفهوم الشباب؟ دونك دي اف ديال هاد الدالة هادي هو مجموعة هو موان لانفيني زيرو اتحاد زيرو ان اتحاد ان بلس لانفيني.
مفهوم الشباب. دونك يمكن لي نحسب دابا الاشتقاق، الاشتقاق ديال الدالة اف اللي هي الآلان المشتقة ديال اف، كيف ما عرفنا بأن هي كندير اف بريم، كيف ما عرفنا بأن كندير اف بريم على اف. دونك اف عندي على شكل هي اكس سور اكس موان زان، يعني غتساوي لي، غنخلي هاد اف نديرها في المقام اللي هي اكس سور اكس موان زان، اللي كندير هذه المشتقة ديالها كنديرها الفوق اللي هي اكس سور اكس موان زان المشتقة ديالها. دونك اكس سور اكس موان زان المشتقة ديال هذه الفوق عندي على شكل اف سور جي، يعني جي كاري اللي هي في المقام اكس بريم فوا جي، اكس بريم صافي 1 دونك هي اكس موان زان موان اف جي بريم، يعني اكس فوا اكس موان زان المشتقة ديال اللي هي واحد يعني اكس، مفهوم؟ x moins x ça fait 0, donc moins 1 sur la jbal. Donc moins 1 sur x moins 1 au carré. On droppe le maqloub ديال هذا اللي هو x moins 1 sur x. X moins 1 غتمشي ليه مع هادي، غتبقى مع او كاري غتبقى ليها واحد على la puissance 1. Donc ça fait moins 1 sur x fois x moins 1. Vous شباب؟ دونك هذا هو الاشتقاق ديال الداله اف بريم. دونك اف بريم دو اكس كتعطيني اللي هي موان زان سور اكس عامل اكس موان زان. ندوزو دابا لواحد التمرين كتطبيق لهذا الشيء اللي شفنا. ناخدو اف دو اكس كتساوي الالان ديال لو راسين كاري ديال اكس موان زان موان ان لو تو كاري، نحدو مجموع التعريف والنهاية عند المحدات. السؤال الثاني دراسة قابلية الاشتقاق عند يمين واحد وتأويل النتيجة هندسيا ودراسة التغيرات. دونك ندوزو للتصحيح. دونك تصحيح عندي اف دو اكس دونك كتساوي لي هي الان ديال اش ديال لوغاسين ديال اكس موان زان موان زان لو تو كاري. دونك شنو هي مجموعة التعريف؟ أولا تحديد مجموعة التعريف، دونك كيلكو سوا إكس ينتمي إلى الدال إف، يكافي أن داكشي اللي داخل الجذر أو داكشي اللي داخل ديال الآلين خصو يكون أكبر قطعا من الزيرو، مفهوم؟ وعندي عندي هاد لابارتي اللي داخل راه أس اتنان مربع، يعني أكيد أنه أكبر قطعا من الزيرو، مفهوم الشباب؟ دونك الكونديسيون ديال اكبر او يساوي الصفر راه تحدث لي يعني اكبر او يساوي الصفر، يعني تحدث لي بهذا المربع، مفهوم؟ يعني خاصني نشوف غير انه خصو يخالف لي الزيرو، يعني لو راسين دو اكس موان زان موان زان خصو يكون ديفيرون دو زيرو، اي داكشي داخل الجذر كيف ما كنعرفو مجموعة التعريف ديال هادشي داخل الجذر خصو يكون اكبر او يساوي زيرو، يعني اكس موان زان اكبر او يساوي صفر، مفهوم؟ يكافي أن جذر مربع x موان ز يخالف 1 و x أكبر أو يساوي لو 1، مفهوم؟ دونك هاد لابارتي هادي باش نتخلص أنا من هاد المجذر هذا خصني نرفع أس 2، كيف ما كنعرفو بأن A يخالف B يكافي أن A مربع يخالف B مربع. دونك يكافي أن لا فالور أبسولي ديال x موان ز يخالف لو 1، مفهوم؟ و x اكبر او يساوي واحد، مفهوم الشباب؟ بون كيف ما كنعرفو باش نحيد لا فالور ابسولي خصني نعرف هادشي داخل القيمه المطلقه واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. عندي واحد الكونديسيون هنا ان x موان ز اكبر او يساوي صفر، ياك اكبر او يساوي واحد، يكافي ان x موان ز اللي هي هادي اكبر او يساوي صفر، دونك نقصت هنايا من هنا وهنا عطاني زيرو، يعني هاد لابارتي ديال اكس موان زان راها بوزيتيف، يعني يمكن لي نحيد لا فالور ابسولي، مفهوم؟ من دون تغيير، يعني اكس موان زان ديفيرون دو 1 صافي ديفيرون دو 2، مفهوم؟ و اكس اكبر او يساوي واحد، مفهوم الشباب؟ دونك لقيت مجموعة التعريف، دونك اكس يخالف 2 اي اكس اكبر او يساوي واحد، يعني من واحد لبلوس لانفيني، يعني من واحد لبلوس لانفيني. و يعني تقاطع يعني A
معناها نصل المشتركة ما بين x أكبر أو يساوي واحد و x ديفيرون دو 2. المجال ديال x سوبيريور أ 1 هو 1 بلس لانفيني، والمجال ديال x ديفيرون دو 2 صافي r باستثناء 2. مفهوم؟ يعني هاد لابارتي هادي اش كتساوي ليا؟ اللي هي موان لانفيني حتى ل 2 اتحاد 2 بلس لانفيني. مفهوم؟ دونك 2 خارجه في هاد المجال ديال r. شنو هو المجال المشترك او العناصر المشتركه ما بين 1 بلس لانفيني وهاد لابارتي هادي؟ يعني r موان 2 اكزاكتومون 1 بلس لانفيني. دونك 2 بلس لانفيني انكلو دون هاد المجال هذا، يعني 2 بلس لانفيني تنتمي لهاد المجال او ضمن هاد المجال، ولكن موان لانفيني 2 كينتمي غير المجال 1 بلس لانفيني 1 2. يعني من 1 حتى ل 2 دو خارجه اتحاد 2 بلس لانفيني. مفهوم؟ بغينا نفهموها اكثر، يعني الا ما تفهمتش لينا هذه، يعني ناخذ على مستقيم مدرج، دونك صافي موان لانفيني وهذه بلس لانفيني. عندي المحدات اللي هو 1 وعندي 2، 2 خارجه يعني لا تنتمي للمجال. مفهوم؟ دونك خدينا 1 بلس لانفيني ها هو 1 اكس اكبر او يساوي 1 حتى لبلس لانفيني، وعندي تقاطع مع 2 خارجه من المجالين بجوج، يعني 2 بلس لانفيني و 2 موان لانفيني. ولكن شنو هو العناصر المشتركه ما بيناتهم مع هاد 1 بلس لانفيني؟ يعني كيقتصر لي غير على هاد المجال هذا. هاد المجال هذا ما بقاش كينتمي ديال، مفهوم؟ حيت المجال ديال r موان 2 هو المجال الكبير، يعني 1 بلس لانفيني ضمن هاد المجال الاخر. يعني غادي نقتصر غير على المجال ديال 1 بلس لانفيني، والمجال 1 بلس لانفيني كيستثني ليا النقطه 2. مفهوم؟ يعني 2 غتكون ليا خارجه لي من 1 بلس لانفيني. مفهوم الشباب؟ دونك هو 1 2 اللي هو 1 2 2 خارجه اتحاد 2 بلس لانفيني. مفهوم الشباب؟ دونك ندوزو للنهايات عند المحدات. المحدات كيف ما كنعرفو، دونك نكتبو ان دي دي اف اش كتساوي لي، اللي هي 1 2 اتحاد 2 بلس لانفيني. مفهوم الشباب؟ النهايات عند المحدات، النهايات عند المحدات، ناخذ الحد الاول اللي هو بلس لانفيني، ليميت بلس لانفيني ديال الان ديال اش لو راسين ديال اكس موان زان موان زان او كاري. كيف ما كنعرفو ليميت بلس لانفيني ديال الان دو اكس كتعطيك بلس لانفيني، وهنا عندي اكس واحد اكس اللي عندي لو راسين ديال اكس صافي دوك بلس لانفيني. مفهوم؟ اكزاكتومون بلس لانفيني. شوفوا الليميت عند يمين 2، عند يمين ويسار، يعني الليميت عندما يؤول اكس الى 2 بلس ديال ln ديال لو راسين ديال اكس موان زان موان زان او كاري، اش كيساوي ليا؟ موان زان. الى عوضت بلو 2 هنايا تعطيك لو راسين دو 1، و 1 موان زان صافي 0، والليميت ديال الان عندما يؤول اكس الى 0 غيعطيني موان لانفيني. مفهوم الشباب؟ عندما يؤول اكس الى 2، 2 موان زان صافي 1، لو راسين دو 1 صافي 1، موان زان صافي 0، يعني اكس يؤول الى 0، يعني هادشي داخل الان يؤول الى الصفر. كنعرفوا بان الان دو اكس عندما يؤول اكس الى 0 كيساوي ليا موان لانفيني. مفهوم؟ الان تؤول الى موان لانفيني. ليميت عندما يقول 2 موان لمام، يعني ما كاين حتى شي اشكال، حيت سوا بلوس سوا موان غيعطيني نفس العدد اللي هو الالان ديال لو راسين ديال اكس موان زا موان زا او كاري، اللي غيعطيني اكزاكتومون اللي هي موان لانفيني. مفهوم الشباب؟ دونك بقى ليا ليميت في لو 1 بلوس او في لو 1، يعني اف دو 1 غادي نحسبها ديريكت، حيت اصلا داخله بالمجموعه داخل المجموعه التعريفيه، نحسب ديريكت اف دو 1 اللي كتساوي ليا قبل غادي ندير بان الان دو لو راسين كاري. نشر هادشي الا نشرت هاد لابارتي تعطيني هي هاد لابارتي او كاري اللي هي اكس موان زان بلس
1 au carré moins 2 racine de x moins 1. Vous me suivez? Donc, à ta partie, donc, on dit x moins 1 qui fait match finalement le plus n a positif, il y a une clé de la valeur absolue. Et tu dis x moins 1 plus 1, tu dis y a 1 à 1, tu vas dire x, il y a une ln de x moins 2 racine de x moins 1. Vous me suivez? Donc, on a dit y a f de x, vous avez le hal. Il a jeté à f de 1, il fait un autre x bleu 1. Il a عوض 1 هنا x غتمشي ليا الواحد x moins 1 moins 1 ça fait 0 يعني 2 غتمشي ليا مع 0 غتبقى ليا 1 يعني ln دو 1 والln دو 1 كنعرفوا بانه كيساوي ليا 0 ياك الشباب كيقطع ليا المحور ديال الافاصيل في النقطه 1 يعني f دو 1 كيساوي ليا 0 مفهوم دونك هادو هما النهايات عند المعدات اللي هما هادو limite f moins 2 moins 2 plus qui ça veut dire moins l'infini, limite plus infini ça fait plus infini, ou limite flo 1 plus qui ça veut dire 0, ou fin nocta, ou nihaye fin nocta, ou ahed qui ça veut dire 0. Nous avons chabab le soual li mne bad, li huwa dirasat qabiliyat l'ishtiqaq. Tanyan dirasat qabiliyat l'ishtiqaq. كيف ما كنعرفوا قابليه الاشتقاق يعني كندرس الليميت في النقطه واحد عند يمين ديالها يعني بلس قابليه الاشتقاق يعني كندرس اكس عندما يؤول الى واحد بلس ديال لاج ديال اف دو اكس هذا هو التعريف ديال قابليه الاشتقاق موا اكس زيرو اللي هو واحد سور اكس موا اكس زيرو اللي هو واحد مفهوم دونك يساوي اللي هي الليميت عندما يؤول اكس الى واحد بلس مفهوم الشباب ديال اش ديال ln ديال لوغاسين ديال x موانز 1 موانز 1 او كاري موان f دو واحد اللي كيعطيني 0 دونك هتبقى غير هي سور x موانز 1 مفهوم الشباب كيف ما كنعرفوا ال ln ديال x على بيسونس n كيعطيني n ln دو x يعني الا كانت داكشي اللي داخل ln عنده واحد الاس اللي هو n دونك كيخرج داك ال n كيخرج كفاكتور دونك عندي هنايا او كاري غتخرج ليها دو كول دو على برا نخرج يمكن نخرجها على برا يعطي اكس عندما يؤول الى واحد بلس ديال دو ال ان ديال لو راسين ديال اكس موانز ان موانز ان سور اكس موانز ان كيف ما كنعرفوا بان هاد ليميت هادي الا جيت تعوض بلو ان غتعطيني شكل غير معدد يعني عطيني هنا موانزا يعني شكل غير معدد و x موانزا a موان 1 يعني 0 سور 0 يعني شكل غير محدد نهائيا خص نحاول نردها للشكل المحدد يعني دوك النهايات اللي شفنا من قبل مفهوم هنا عندي x موانزا غنحاول نوضع هاد x موانزا واحد المتغير يعني نوضع x موانزا كتساوي لي واحد تي مفهوم او بالاحرى نوضع الراسين ديال اكس موان زان اكس موان زان اللي هو كيساوي تي ايكيفالون الى كان اكس يؤول الى واحد دونك تي يؤول الى زيرو واحد ناقص واحد دونك زيرو يعني تي يؤول الى زيرو يعني الليميت غادي تغير ليا ايكيفالون فهاد لابارتي يعني ان اكس اش غادي يساوي ليا نرفع هاد الشيء او كاري غيعطيني لا فالور ابسولي ديال اكس موان زان يعني اللي هي اكس موان زان اكس ان غيمشي لابارتي الاخرى يعني اكس يساوي تي بلس ان مفهوم الشباب ولكن هنا واحد او كاري يعني من رفعت او كاري دونك هادشي اللي غادي يعطيني دونك نجي نعوضها في هاد لابارتي هادي غتولي ليا هي ليميت عندما يقول تي حيت دابا غيرت درت التغيير المتغير عندما يقول واحد بلس يعني زيرو بلس يقول الى زيرو بلس مفهوم ديال دو ln كيف ما كنعرفوا لو ا هنايا سوا درت ان موا سوا درت الراسين يعني ندير ان موا لو راسين دو اكس موان زان اكس موان زان هو اللي هو تي يعني اكس موان تي سور اكس موان زان اكس كيف ما كنعرفوا كتساوي تي كاري بلس ان تي كاري بلس ان موا موا هاد زان موا هادا يعني غتمشي ليا ان مع ان يعني هتولي لي هي 2 ln ديال ا موان تي سور تي كاري مفهوم وهادي عندي الشكل ديالها يعني عندي النهايه ديالها معروفه من قبل شفناها عطيني هي ا دونك كتساوي ليميت عندما يؤول تي الى 0 بلس هتولي هي 2 ln ديال ا موان تي سور
تي بطبيعة الحال خصني ماشي تي كاري اللي غنضربها في واحد ان سور تي، غادي نفرق هاد في المقام. دونك هاد لابارتي هادي عندي كتمشي فيغ ان تؤول الى واحد، وهاد لابارتي هادي تؤول الى عندما يؤول تي الى زيرو، زيرو بلس تؤول الى بلس لانفيني. دونك ليميت ديال الدالة هادي او الاشتقاق يؤول الى بلس لانفيني. دونك التأويل الهندسي ديال هادي يعني غير قابل للاشتقاق في النقطة واحد، غير قابلة للاشتقاق في النقطة واحد أو عند يمين واحد. والتأويل الهندسي أنها تقبل نصف مماس، والسيد اف يقبل نصف مماس عند النقطة ذات الإحداثيات واحد اف دو واحد، و اف دو واحد كتساوي لزيرو يعني في النقطة واحد زيرو. وهذا نصف مماس موجه نحو الأعلى، موجه نحو الأعلى عند يمين زيرو، عند يمين لو ان. ندوزو السؤال اللي من بعد اللي هو دراسة التغيرات ديال الدالة اف. تغيرات ديال الدالة اف، وباش نحددو التغيرات يعني خصنا نحسبو اف بريم. دونك كيف ما كنعرفو اف دو اكس كتساوي اللي هي الالان ديال لو غاسين اكس موان زان موان زان لو تو كاري. دونك هاد الدالة راها قابلة للاشتقاق، قابلة للاشتقاق لأنها مركب دوال قابلة للاشتقاق، ياك الشباب؟ فاش فين في المجال الداد اف، ولكن الداد اف عندي واحد، عندي واحد داخل يعني حتى وقت نخرج يعني ندير المجال المفتوح، مفهوم؟ دونك كيلكو سوا اكس ينتمي الى الداد اف مفتوح، ايكيفالون كو اف بريم دو اكس اش غادي تساوي ليا؟ نحسب المشتقة. كنعرف بان ln اذا كان اكس على بويسونس ان كتخرج لي هاد ان في البويسونس كفاكتور ln دو اكس، ياك الشباب؟ دونك يمكن نخرج هاد دو على برا يعني تولي دو ln ديال اش ديال لوغاسين اكس موان زان موان زان لو تو بريم، ياك الشباب؟ دونك دو كتبقى ليا كفاكتور، ln دو واحد فونكسيون اف يعني كنزل داك الاف لتحت يعني هي اكس موان زان موان زان، وهاد اف هادي ندير لها المشتقة ديالها يعني غتولي المشتقة ديال لوغاسين موان المشتقة ديال واحد اللي هي زيرو. دونك غتبقى هي المشتقة ديال هادي. المشتقة ديال لوغاسين شنا هي؟ اللي هي دو غاسين ديال اكس موان زان الفوق المشتقة ديال هادي ديال الداخل اللي هي ان. دونك صافي ان، مفهوم الشباب؟ اللي غادي يعطيني اللي هي دو فوا ان سيغ ا سيغ بي، يعني هي ا هي واحد على ا فوا بي، يعني هي واحد سيغ دو غاسين دو اكس موان زان فوا لو غاسين ديال اكس موان زان موان زان، مفهوم الشباب؟ دونك غتمشي ليا دو مع دو، غتبقى ليا ان اف بريم مهما يكون اكس بطبيعة الحال ينتمي الى الداد اف مفتوح اللي هي واحد على لو غاسين ديال اكس موان زان فوا لو غاسين ديال اكس موان زان موان زان، مفهوم الشباب؟ دونك هاد الاف هادي خصنا، هاد الاف بين خصنا عفانا كيفاش دايره الاشاره ديالها باش نحدد التغيرات ديال الداله اف، مفهوم؟ عندي مجموعه التعريف مكتوب على هاد الشكل هذا، ان الداله اف يعني من واحد ل 2 و 2 بلس انفيني. دونك كتبوها الداله اف كتساوي لي هي 1 2 اتحاد 2 بلس انفيني، مفهوم؟ غندرس التغيرات ديال هاد، ندرس الاشاره ديال هاد الداله هادي في هاد المجالات، يعني نشوف اذا كان اكس ينتمي لواحد دو، ونشوف المجال اذا كانت اكس اكبر قطع، اكبر قطعا من دو، مفهوم؟ دونك خصني نشوف هاد لابارتي هادي. دونك في حاله اكس محصور ما بين ناقص واحد ودو، يعني يساوي واحد داخل واحد هنا ودو اكبر اصغر قطعا من دو، يكافي ان اكس موان زان غيكون محصور قطعا من ان هو اكبر او يساوي زيرو، مفهوم الشباب؟ دونك لو غاسين ديال اكس موان زان اذا الجذر على الطرفين غيبقى لي نفسه، يعني لو غاسين ديال اكس موان زان ان في، يبقى محصور ما بين زيرو وواحد، ياك؟
غنقص واحد غيولي أصغر قطعا من الزر، مفهوم الشباب؟ وهاد لا بارتي اصغر قطعه من الزيرو، يعني هاد اللي تحت هذا اصغر قطعه من الزيرو، وكنعرف بان الراسين ديال اكس موان زا راه اكبر او يساوي صفر، يعني هاد لا بارتي هادي اكبر او يساوي صفر، مضروبه في هاد لا بارتي اللي هي انفيريور قطعا من الزيرو، مفهوم؟ يعني دونك في الحاله اللي كان اكس محصور ما بين واحد و دو راه اف بريم، دونك كخلاصه اف بريم دو اكس راه انفيريور ا أصغر قطعة من الزر، مفهوم الشباب؟ دونك نشوفوا الحالة الثانية اللي هي إكس إذا كان أكبر قطعة من دو، دونك يكافي أن إكس موان زان غتكون أكبر من لو أن، يكافي أن لو غاسين دو إكس موان زان أكبر من أن موان زان أكبر من زيرو، مفهوم؟ هذه لو راسين بطبيعة الحال هو الراسين ديال اكس موان زا اكبر قطعة من واحد، دونك اذا الجداء ديال هاد لابارتي مع هادي يعني اللي هي هادي غتكون اكبر قطعة من الزيرو، يعني دونك كخلاصة اف بريم دو اكس غتكون اكبر قطعة من الزيرو في حالة اذا كانت اكس اكبر قطعة من دو، مفهوم؟ دونك جدول التغير ديال الدالة اف يمكن لي نرسمو دونك مجموعة جدول التغيرات، هنا عندي إكس دونك المحدات اللي هما واحد دو بلس لانفيني، عندي إف بريم، عندي هنا إف، مفهوم الشباب؟ دونك كيف ما كنعرفو دو غير معرفة خارجة لي مجموعة التعريف، قلنا مح اكس الا كان ما بين واحد و دو راه انفيريور ا زيرو دونك صافي موان، و الا كانت اكبر من دو صافي بلوس، يعني اف تناقصية في هذا المجال هذا و اف تزايدية في المجال دو بلوس لانفيني، مفهوم؟ و كيف ما كنعرفو في المحدات ان ليميت في واحد كتساوي ليا زيرو، ليميت في دو موان كتساوي ليميت في دو بلوس اللي كتساوي ليا موان لانفيني، واللي ميت بلوس لانفيني صافي بلوس لانفيني، مفهوم الشباب؟ يعني يمكن ان نرسمه بكل سهولة طبيعي الحال. نتمنى يكون هذا الفيديو مفهوم شوية، والفيديو الجاي ان شاء الله غادي ندوزو للدول الأسية اللي هما الاكسبونونسيال، وغادي نديرو غنحاول تما ندير لهم شي امثلة وشي تمرين تطبيقي كيف ما هذا، ومن بعد غندخلو تمارين اللي يكونوا شوية مافونسيين شوية. نتمنى الفيديو يكون مفهوم، والسلام عليكم.